هاي طبعا النقطة المهمة. أولا اختيار أي مدرب بالعالم تختار لجنة، ولجنة هي حتى تتفاوض وياه وتقعد وياه، بس المواضيع المالية ممكن يتدخل بها الاتحاد. هاي اللجنة حتى المنهاج التدريبي له وطريقة التدريبات والحمل التدريبي تتحمله. الآن كرة القدم اتطورت، الآن يعني مثلا الكل يتصور احنا مركزين على المدرب وناسين ابو البدني وناسين اللي يجيبه وياه. انا افكر شغلة واحدة، لا يمكن ان ينجح اي مدرب بالعراق اذا اجنبي ولا عراقي ما لم يكن معه محلل نفسي. محلل نفسي العراقيين يراد لكل لاعب وضع نفسي خاص. ليش؟ هو الان اللاعب العراقي، يتعامل مره شو بيقدم لك مره يعني ضغط الاعلام والسوشيال ميديا والناس هذا نقطه. هاي النقطه تتحملها الحكومه.